إطلاق النسخة الثانية من برنامج ريادة التدريبي الذي تقيم إثراء المؤسسة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة بل ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. إثراء لهذا العام إثراء 2014 سيكون البرنامج على مدى 4 أسابيع ابتداء من 10 أغسطس وحتى 4 سبتمبر. كان لنا هذا اللقاء المسجل مع صاحب السمو السيد فيصل بن تركي السعيد مدير عام التسويق والإعلام في إثراء يحدثنا عن ريادة 2014. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إثراء أو الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات استكمالا للمجهود اللي قمنا فيه العام الماضي واللي هو بناء على ملتقى مسقط واستكمالا للملتقى السنوي. العام الماضي كان المحاولة بالخروج بين إذا عشز ما ننتظر سنة كاملة من ملتقى إلى الآخر، فكان هناك فكرة أن نبني على ملتقى مسقط والجهود المبذولة فيه وعلاقتنا مع الشركات أن نحن نكون من بين المؤسسات اللي قد تلعب دور وإن كان بسيط في تمكين الشباب في الحصول تدريب وتأهيل في مؤسسات بحيث أن يكونوا أقرب لواقع العمل المهني والعملي مع القطاع الخاص. هذه طبعا تعتبر السنة الثانية. الهدف كان أننا نحن نوسع عدد الشركات المشاركة. العام الماضي كان تقريبا في أن 7 شركات، هذه السنة 15 شركة، وكذلك عدد الطلبة أكثر من الضعف، كان أننا تقريبا 15 طالب وطالبة، هذه السنة في أن 40 طالب وطالبة. هي الأولى من نوعها بالنسبة لنا نحن، وبكل أمانة نعتقد في أشخاص كانوا سمعوا أو شافوا الإعلان واعتقدوا أن نحن داخل غير تخصصنا التدريب، هو مش كان هذا الهدف. نحن ارتباط فكرة ريادة بملتقى مسقط للشباب تحديدا. العام الماضي خصصنا المساحات الفرص اللي موجودة للتدريب للطلبة اللي شاركوا في ملتقى مسقط. هذا العام كان الإعلان مفتوح، وجهت الدعوة للطلبة المشاركين في الأعوام الماضية من ملتقى مسقط، وكذلك كانت من خلال الإعلان اللي نزل في الجرائد كانت الدعوة مفتوحة لأي شخص تتوافق معها الشروط أو معها الشروط أنكم يقدموا. التقييم طبعا كان بالدرجة الأولى على مستوى الردود اللي حصلناها من الشركات، قناعاتهم اللي هي هل استفادوا هم بشكل عام كمؤسسات في فتح أبوابهم للمقبلين على هذه الفرص كتدريب، والطلبة نفسهم اللي شاركوا. تقريبا معظم الطلبة اكتشفوا فرص جديدة، فهموا فنيات وإن كانوا يدرسوها من جانب النظري، هذه الفرصة عطتهم بشكل مكثف الاطلاع على ماهية الخصائص هذه اللي هي الوظيفية. البرنامج استمر على مدى 2 أسبوع. نحن طبعا نخصص البرنامج قدر الإمكان مع مجال تخصص الطالب أو الطالبة، وكذلك نسعى بالتنسيق مع الشركات أن كل يوم لازم يكون في معرفة جديدة ومهارة جديدة يكتسبها الشخص اللي موجود مع الشركة. طبعا جدير بالذكر أن هذه السنة تقريبا نحن من خلال الإعلان اللي صار وتلقي البريد الإلكتروني استلمنا أكثر من 300 طلب للالتحاق بالبرنامج، وعلى مدى 2 يوم طبعا كان في مقابلات مكثفة مع كل طالب وطالبة لاختيار 40 منهم. 30 اللي وهذه طبعا نقلة نوعية في البرنامج، 30 منهم راح يتم تدريبهم أو بدوا التدريب في مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة، و10 تم اختيارهم كتجربة أولى إن ابتعاثهم إلى خارج السلطنة إلى تحديدا سنغافورة هذه السنة، كذلك من خلال التنسيق مع إحدى المؤسسات المعنية بتنمية الموارد البشرية، وكذلك هناك راح يتم تدريبهم في مجالات تكون قريبة من مجالات تخصصهم.